أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنناقش سوية شابتر 4، وهو بعنوان Functional Anatomy of Prokaryotic and Eukaryotic Cell، يعني هنتكلم عن التركيب الوظيفي لأجزاء الخلية البكتيرية بشكل عام. لن نتطرق للخلايا الايوكاريوتيك، سنركز في دراستنا ان شاء الله على البروكاريوتيك سيل. بداية اذا تكلمنا عن الفرق بين البروكاريوتيك سيل واليوكاريوتيك سيل، وهذا الامر كنا قد ناقشناه في محاضرتنا الاولى، بنقول ان البروكاريوتس الكلمة جاية من كلمة يونانية وهي تعني البريونيوكلاس او النواة البدائية، أما كلمة أيوكاريوتس فهي قادمة من الكلمة اليونانية أو جريك ووردز اللي هي تعني ترو نيوكلاس. لو جينا نعمل مقارنة ما بين البروكاريوتس والأيوكاريوتس، يعني لو سألنا طالب أو طالبة ما هو الفرق بين البروكاريوتس والأيوكاريوتس، هنلاحظ أنه أهم ما يميز البروكاريوتس أنها تتكون من وان سيركولار كروموسوم، وهذا الكروموسوم يعني قطعة واحدة متصلة على شكل دائرة لا تحتوي على اللي هو ممبرين، يعني ما يسمى بالنيوكلير ممبرين أو النيوكلير انفلوب الذي يعزل المادة الوراثية عن السيتوبلازم مش موجود. كمان حنلاقي انه البروتين المسمى الهستون نلاقيه موجود في الايوكاريوتيك، هذا البروتين ايضا اللي بيلتف حوالي الدي ان ايه غير موجود في البروكاريوتكس. ايضا حنلاحظ في خلية البروكاريوتكس ما فيش عضيات، يعني ما فيش اجسام جولجي، ما فيش مثلا ميتوكوندريا، ما فيش بلاستيدا، هذا الاورجانيزم مش موجودة في البروكاريوتس. ايضا حنلاحظ انه السيل وول تبع البروكاريوتس بتكون من مادة سكرية معقدة اللي سميناها زي ما انتم فاكرين البيبتيدو جليكان في البكتيريا، او السيدوميورين او السيدوبيبتيدو جليكان في الاركيا. إذا تكلمنا على موضوع التكاثر أو الانشطار، حنلاقي أنه البكتيريا أو البروكاريوت بشكل عام تتكاثر باستخدام الباينري فيشن. إذا انتقلنا إلى الإيوكاريوتيك، حنلاحظ أنه في أكثر من كروموسوم، ممكن يكون اثنين فأكثر. هدول الكروموسومات بكونوا ملتفات حول بروتين اسمه الهستون اللي بيضمن أنه يحصل حاجة بنسميها الكويلينج، الالتفاف والسوبر كويل، عشان يصغر من حجم الدي ان ايه، لانه الدي ان ايه في الخليه بالعاده يعني في الخليه الواحد يصل الى 2 متر، فهذا ال 2 متر لابد ان يتم يعني تصغيرهم الى حجم يدخل النواه يصل الى المايكرو متر فقط. ايضا بنلاحظ انه هذه الكروموسومز تكون محاطه بغشاء نووي او نيوكلار انفلوب. كمان بنلاحظ وجود العضيات في الخليه الايوكاريوتس بعكس البروكاريوتس، والكومبوزيشن او المكون تبع السيل وول ان وجد السيل وول، لانه في كائنات لا يوجد لديها سيل وول زي مثلا الحيوانات، سبق ان احنا قلنا هذا الكلام، الحيوانات لا تحتوي على سيل وول، حلق السيل وول بيتكون من البوليسكارات زي في النبات السليلوز والفطريات الكايتين والطحالب اللي هو السليلوز. والانقسام طبعا زي ما انتم عارفين هو انقسام اما ميوزي واما ميتوزي، بينما في البروكاريوتس طبعا لا يوجد انقسام جنسي، فقط عندنا انقسام الباينري فيجن. الكائنات البروكاريوتيك تتعدد من حيث الاشكال والاحجام، عاده الحجم تبع السايز او الافرج سايز تبع البكتيريا بيتراوح ما بين 2 من 10 مايكرون الى 2 مايكرون في اللي هو ضرب 2 ل 8 مايكرون، يعني السايز صغير جدا. ممكن البكتيريا تاخذ عدة اشكال، منها الشكل الكوكاي على سبيل المثال زي ما انتم شايفين الشكل اللي هو الكروي، هذا الشكل الكروي حنشوف انه الترتيب تبعه بيختلف من نوع الى نوع اخر، ممكن ياخذ شكل السبحة بنسميه ستريبتوكوكاي، ممكن ياخذ شكل العنب بنسميه ستافيلوكوكاي، ممكن يكون ديبلوكوكاي،
كمان ممكن ياخذ شكل اللي هو العصوي اللي بنسميه البصلاي، او ممكن ياخذ شكل المنحنيات زي حاجه بنسميها السبايريلا، او اذا كان عدد المنحنيات كبير زي ما احنا شايفين بنسميها السبايروكايتس. هاي مثلا الفايبرو مثلا على سبيل المثال كميكروب، هذا ميكروب الفايبرو هو عبارة عن ميكروب عصوي الشكل، لكن بإيش بتميز؟ بتميز إنه منحني، فبنسميه إحنا كوما شيب. يبقى عندي للتذكير الشكل الكروي، عندي الشكل العصوي، عندي الشكل المنحني، وهذه عشان إحناءاتها قليلة زي ما تشوفين إحناء بعدين المسافة، هذه بنسميها السبايريلا. إذا كانت عدد المنحنيات كبير بنسميها السبايرو كايتس. هاي السبايريلا شوفوا الانحناء قديش، عددها قليل لكن كبير. شوفوا السبايرو كايتس انحناء صغير ولكنه ايش ماله متكرر. طب ايش السبب؟ السبب في الصلابة تبعت السلول، هذا صلب، هذا ايش ريجيد، بينما هذا الاستيك، يعني سهل انه يحصل فيه اللي هو انحناء. طيب احيانا بلاقي بعض الاشكال الغير يعني الغير معتادين احنا عليها في اللي هو الحياة تبعت البكتيريا، يمكن ما تشوفوهاش يمكن تشوفها احيانا. مثلا ممكن الاقي بكتيريا عندي اسمها اللي هو الستيلا بتاخد شكل زي ما انتم شايفين زي شكل الستار شيب او زي شكل النجمة، شكلها بشكل طبيعي. ممكن تلاقي بعض انواع البكتيريا زي في عندي نوع من الاركيا بنسميه الهالو اركيولا، الهالو اركيولا بياخد شكل زي ما انتم شايفين اللي هو السكوير، الشكل المستطيل او شكل اللي هو المربع. طبعا بنقول انه معظم البكتيريا هي مونو مورفيك او يعني مونو مورفيك انها تاخد شكل واحد، لو طلعت تحت الميكروسكوب بلاقيها كلها كوكاي. كوكاي يعني كروي، عايزين نتعود كوكاي كروي، بصلاي يعني عصوي، بلاقيها كلها كوكاي او بصلاي او كوما شيب زي فئة الفايبريو. لكن قد نجد بعض انواع البكتيريا بنسميها بليو مورفيك، اي انه تاخذ اكثر من شكل، ان تاخذ اكثر من شكل البكتيريا. كمان في عندي نوع من البكتيريا بنسميه اللي هو كوكو بصلاي، يعني هذا الشكل جاي ما بين الكروي ما بين عصوي، هو عصوي لكن ايش ماله ممغوط شوي فعامل زي شكل كرة، بنسميه كوكو بصلة، يعني كوكاي مع بصلة بنسميه اللي هو الكوكو بصلة. طيب الآن هذه البكتيريا كوكاي، كلنا متفقين على ان هذه البكتيريا ايش مالها كروية. الآن الشكل الكروي هذا لو تصورته تحت ميكروسكوب، احنا هنتعلم في المعمل انه البكتيريا ممكن تكون كوكاي، في منها الكوكاي سريبتو كوكاي، دبلو كوكاي، استافيلو كوكاي، تترادس، سارسينا، وما إلى ذلك. ما الذي يحكم التوزيع تبع اللي هو او الارنجمنت الترتيب تبع الكوكاي هذه او البصلاي؟ واقعيا اللي بيحكم الموضوع يا جماعه حاجه بنسميه اللي هو محور الانقسام، محور الانقسام. ف إذا كانت البكتيريا تنقسم في اتجاه واحد فقط زي ما انتم شايفين وان بلين اوف ديفيجن، الوحدة بتصير تنتين او تنتين ممكن يصيروا اربع، فانا بحصل على شكل اما يكون دبلو كوكاي، دبلو يعني ثنائي، يعني واحدة واحدة دبلو، دبلو كوكاي من ضاي ثنائي، او بحصل على ستريبتو كوكاي. ستريبتو جاي من كلمة ستريبتو بتعني السبحة، فستريبتو كوكاس البكتيريا السبحية. يبقى لو واحد سألني الدبلو كوكاي والستريبتو كوكاي من وين بيجوا، بنقول له هذول بيجوا من انقسام في اتجاه واحد، يعني يا الاكس يا الواي يا الزد. مش عندنا ثلاث محاور، اكس واي وزد هم المحاور الرئيسية المتعامدة، فهذا يا اما من اكس او من واي او من زد. طيب لو كان الانقسام في محورين، يعني المحور يكون محور طولي ومحور عرضي، هحصل على اربع خلايا بكتيريا فوق بعضها، اربعة ايش مالهم فوق بعض، فهدول بنسميهم اللي هم التترادس. تترادس يعني رباعية، تترادس يعني رباعية زي كده، هذه مثلا تترادس تنتين وتنتين ايش مالهم ف
فوقيهم. طبعا التصور شكل يكون ايش ماله 4 قوقعة على سبيل اللي هو المثال. طيب زي مثلا كده ممكن يكون تترس تنتين قدام تنتين فوق فوق تنتين تحت. طيب اذا انقسام في اتجاه واحد حصلنا على اما دبل قوقاي واما 6 قوقاي، انقسام في اتجاهين حصلنا على رباعيات اسمها تترادس، اذا يعني اكس واي. اذا صار الانقسام في اكس واي وزد هلاقي تنتين فوقهم تنتين وكل تنتين خلفهم تنتين، فصار في عندي 8 خلايا زي المكعب، عاملات زي شكل ايش المكعب هذا بنسميهم السرسينيا. السرسينا هي عبارة عن بكتيريا تتكون من 8 خلايا شكلها زي المكعب، 4 وراهم كمان 4. يعني رباعية وراها كمان ايش رباعية، كأنها صار شكلها عامل زي المكعب. طيب واذا حصل الانقسام هذا هركز عليه في اكثر من 3 بلين، يعني صار في كل الاتجاهات، بحصل على شكل اللي هو ايش الاستافيلوكوكاي اللي عامل زي شكل قطف العنب. فانت لما حتشوف الدبلوكوكاي او الاستافيلوكوكاي حتقول 1 بلين، لما تشوف التترس حتقول 2 بلين، لما تقول السرسيني حتقول لي في الاكس واي والزد في 3 بلين، لو ما تشوف الاستافيلوكوكس حتقول في مالتي بلينز، يعني مش الاكس واي والزد لا، وما ينتج عنهم كمان من ايش من بلين بينهم يعني. تمام. الستريبتوكوك الستريب الباسيلاي عادة يا بتكون خلية واحدة يا تنتين يا ستريبتو باسيلاي، فاحنا ما بنعقدش حالنا نقول تترادس او سارسينيا او ما ذلك، وخلاص بنقول انه بدل الستريبتو باسيلاي بنقول باسيلاي، المقصود فيها اللي هو الستريبتو باسيلاي. طبعا هذا مقارن بالستريبتو كوكاي الستريبتو باسيلاي، هي الستريبتو باسيلاي الستريبتو كوكاي، بس احنا عادة بنستخدم مصطلح الباسيلاي. هذا شكل الخلية البكتيرية اللي حندرسه ونشوف من ايش بتكون. هنلاقي اول طبقة خارجية، طبعا لازم نفهم شغلة، هناك عضيات في الخلية البكتيرية لابد ان توجد، لابد ايش ان توجد، وهناك جاز ان نستخدم كلمة عضيات، طبعا هناك أجزاء في البكتيريا قد توجد ولا توجد. مثلا هذا الفلاجيلا هو عضو الحركة في الخلية البكتيرية، فالبكتيريا المتحركة تحتوي على الفلاجيلا، البكتيريا التي لا تتحرك لا تحتوي على الفلاجيلا. هذه الطبقة الخارجية اللي جاية فوق طبقة السلول هذا بسميها احنا مثلا على سبيل المثال اللي هي الكبسول. طبقة الكبسول أو المحفظة قد تكون موجودة عند أنواع بنقول عنها كبسوليتد، وقد تكون مش موجودة عند أنواع أخرى ونسميها نون كبسوليتد، ولكن دائما وجود هذا الجزء يعطي الخلية البكتيرية أفضلية، يعطيها أفضلية. لكن البلازما ممبرين السيل وول ضروري وجوده، فهو موجود في معظم أنواع البكتيريا تقريبا كلهم. البلازما ممبرين الغشاء البلازمي هذا موجود عند كل انواع البكتيريا، لو وجد بكتيريا بدون بلازما ممبرين. الماده الوراثيه الدي ان اي او الكروموسوم لابد ان يكون موجود، الريبوسومات لابد ان تكون موجوده. الان في الماده الوراثيه حاجه بسميها البلازمين، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. اذا هناك عضيات، هناك اجزاء من الخليه البكتيريه لابد ان تكون موجوده، السيل وول، البلازما ممبرين، السيتوبلازم محتوياته من الدي ان اي والريبوزومز، هذول ضروري ايش مالهم يكونوا موجودات ولا غنى للخليه البكتيريه عنهم. لكن هناك عضيات وجودها او عدم وجودها بفرق يعني بدي ميزه، لكن هذه الاجزاء لو مش موجوده مش حتموت البكتيريا، زي الفلاجيلا والله موجود حتتحرك، مش موجوده مش حتتحرك. زي الكبسول موجودة الكبسول إلها فانكشن، تساعد في إنها تلصق التصاق، بتساعد في التخلص من عملية الفاجوسيتوز، إلها وظائف. زي مثلا الإندوسبور الأبواغ موجودة أو مش موجودة بتفرق مع الخلية البكتيرية. زي البلازمد لكنها ليست أجزاء أساسية، لكنها ليست أجزاء أساسية. طيب أول طبقة هنتكلم عنها وهي طبقة توجد طبقة سكرية
موجودة في خارج السيل وول، في خارج اللي هو ايش السيل وول. هذه الطبقة بنسميها جلايكوكالكس، كالكس يعني غشاء، جلايكو يعني سكر، يبقى غلاف سكري، يبقى هذا عبارة عن غلاف سكري موجود خارج اللي هو السيل وول. هذا الغشاء السكري إذا كان ملتصق جيدا باللي هو السيل وول ومنظم الشكل يعني اورجانيز والاورجانيز بنسميه كبسول، إذا كان قوي ومنظم بنسميه إيش يا جماعة؟ بنسميه الكبسول. أما إن كان رخو وغير منظم سهل إنه إحنا نشيله ريموف إيزي تو ريموف، فبنسميه في هذه الحالة بإيش؟ بالسلايم لاير. يبقى لما أقول أنا إيش الفرق بين السلايم لاير والكبسول؟ الكبسول is well organized and well attached to the cell wall، بينما السلايم لاير is unorganized and very loosely and ايش and very loosely. طيب ايش الفائدة؟ عادة الكبسول او الجلايكو كالكس او السلايم لاير لها فوائد محددة. اولا انها تمنع عملية الفاجوسيتوزيس اللي بنسميها عملية ايش؟ البلعمة. يبقى البكتيريا اللي لها فاجوسيت اللي لها سلايم لاير ما بيحصلش فيها لها كبسول، لو اجت كرات الدم البيضاء عشان تلتهمها لن تتعرف عليها ولن تستطيع انها ايش؟ تعملها بلعمة والتهام. ثانيا تساعد في عملية الاتاشمنت الالتصاق، يعني الخلية البكتيريا بتعمل انفكشن معين، بتعمل عدوى معينة، بتلتصق من خلال هذه الكبسول بسطح الخلية الهدف تبعها، زي ما بحصل مع بكتيريا شريشيا كولاي، زي ما بحصل مع النسيريا جونوريا، زي ما بحصل مع الفايبرو كولرا، كلها بتلتصق من خلال وجود يعني كبسول كبيرة في الحجم. ثالث شغلة، الكبسول ممكن تكون مصدر للتغذية إن ساءت الظروف حوالين البكتيريا. إحنا قلنا مادة سكرية ممكن البكتيريا تحللها وتتغذى عليها لو ما لقتش غذاء لإلها. رابع شغلة، ممكن كمان هذه الكبسول تمنع جفاف الخلية البكتيرية. إحنا بنعرف إنه الخلية البكتيرية أو كل الخلايا فيها 80% مية، فوجود الكبسول ممكن يمنع عملية اللي هو إيش؟ اللي هو الديسيكيشن او عملية اللي هي الجفاف. الجزء الاخر الموجود برضو خارج الخلية البكتيرية، طبعا زي ما قلنا الكبسول ممكن يكون موجود عند بعض البكتيريا وقد لا يكون موجود، في كبسوليتد مش موجود نون كبسوليتد. الجزء الاخر نتكلم عنه جزء بنسميه احنا ايش؟ الفلاجيلا او الصوت. الاصوات طبعا هي وسيلة الحركة لدى الخلية البكتيرية. الخلايا البكتيرية عادة تتحرك من خلال الأصوات. هتيجي الطالبة شاطرة وتقول لي احنا سمعنا عن اللي هو الجلايدنج موتيليتي أو التزحلق. نعم موجود، لكن بنسبة ايش؟ قليلة. المعضلة بتتحرك من خلال اللي هو الفلاجيلا. الفلاجيلا يا جماعة تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول بنسميه الفيلامنت أو الخيط، وهذا اللي بيتحرك زي المروحة بلف عشان ايش؟ عشان يحصل دفع للبكتيريا وتمشي البكتيريا. والجزء الثاني بسموه الهوك او الخطاف، وهو يقع خارج البكتيريا. والجزء الاساسي اللي بنسميه احنا البيزال بادي او الجسم المركزي، وهو عبارة عن عمود رود قضيب موجود حوالين 2 أو 4 رينج. ليش 2 أو 4؟ إذا الخلية البكتيرية التي تحتوي على الفلاجيلا هي خلية جرام بوزيتيف، يعني بتستجيب لصبغة جرام بوزيتيف، هناخدها وهنوضح أكثر وقد شرحناها سابقا. هذا بيعني إنه هذا معناته إنه في عندي فقط تورينج. بنلاقي إيش في عندي؟ في عندي فقط تورينج من هدهما. إذا الخلية جرام بوزيتيف
فعندي تورينج زائد رود. وين موجودات التورينج؟ موجودات داخل البلازما ميمبرين. الحركة تبعت البيزل بادي هي التي تؤدي إلى حدوث حركة الفيلمنت. يبقى المسؤول عن الحركة هو البيزل بادي. أما إن كانت الخلية جرام نيجاتيف بكتيريا فحنلاقي أربع رينج، الاثنين الداخليات داخل البلازما ميمبرين، واثنين التانيات داخل منطقة بنسميها البيريبلازميك سبيس. وهذا حنتكلم عنها لما حنتكلم على ستراكشر تبع السيل وول. يبقى انا عندي الفلاجيلا بتتكون من ثلاث اجزاء، الفيلمنت اللي بتحرك، الهوك اللي يربط الفيلمنت ب اللي هو البيزل بادي، والبيزل بادي اللي ممكن يكون عباره عن رود، عباره عن قضيب مرتبط بتو رينج اذا كانت الخليه البكتيريه جرام بوزيتيف، او فور رينج اذا كانت الخليه البكتيريه جرام نيجاتيف. التو رينج عاده الداخليات بيكونوا مرتبطات بالبلازما ميمبرين، في الجرام نيجاتيف التو رينج لزياده بيكونوا في منطقه اللي هو البيريبلازميك سبيس، موزعين في البريب. لاحظوا ان هي جايه مثلا في الاوتر، في حاجه اسمها الاوتر ميمبرين، والثانيه جايه في البريبلازميك، فهي جايه في منطقه الاوتر البريبلازميك ريجون. هاي الشكل اللي احنا حكينا عنه تبع اللي هو الفلاجيلا. طيب الان بناء على عدد الفلاجيلا الموجوده لدى الخليه البكتيريه، قال لك في عندي أربع أنواع من الفلاجيل، أربع أنواع من التوزيعات تبعت الأصوات حوالين الخلية البكتيرية. أولاً الخلية البكتيرية التي لا تتحرك ولا تمتلك أصوات بنسميها A-Tricus. A means none، يعني بلا فلاجيلا. Tricus معناتها إيش؟ فلاجيلا. الآن الأربع توزيعات هم كالتالي: الأول ان يكون فقط عندي صوت واحد على احد طرفي البولز الاقطاب على احد قطبي الخليه البكتيريه، فهذا بسميها مونوترايكس. اذا المونوترايكس مونو مينز وان، مونوترايكس معناتها ايش؟ مالها معناته في فلاجيلا واحده على احد الاطراف زي الفايبرو كوليرا مثلا. الشكل الثاني ان يكون في فلاجيلا او اكثر على طرفي الخلية البكتيرية بسميه أنفيترايكس. أنفيترايكس معناته إيش؟ وجود وان فلاجيلا at least، على الأقل على التو بولز، زي ما انتم شايفين هنا في وان وهذا في كمان وان، فالبكتيريا إيش؟ تتحرك من خلال هدول الاثنين، فهذا اسمه أنفيترايكس. زي في حالة سباريلا مثلا، بكتيريا إيش؟ السباريلا. الحالة الثالثة انه يكون في عندي حزمة لوفو ترايكاس. وين هذا اللوفو ترايكاس؟ تكون موجودة على احد قطبي الخلية، يبقى حزمة اكثر من واحد، لكن على وين؟ على احد قطبي اللي هو الخلية، فهذا لوفو ترايكاس. زي لما تتحرك بكتيريا الامعاء اللي بنسميها بكتيريا المعدة اللي بنسميها الهيليكوباكتر، تتحرك من خلال اللي هو من خلال اللي هو لوفو ترايكوس. النوع الرابع الاقي الفلاجيلا عاد محيطه بكل الخليه من كل الجهات، يعني مش لا جايه في كل الجهات زي هنا، فهذا بنسميها بيري ترايكوس. يبقى اي ترايكوس ما فيش شيء فلاجيلا، مونو ترايكوس فلاجيلا واحده، أنفيترايكوس واحد او اكثر على كل جهه، لوفوترايكس حزمه على جهه واحده، وبيريترايكس الفلاجيلا موزعه على كل الجهات. هذا الاستراكشر طبعا شفناه ولا شفناه. الان كيف تتحرك الفلاجيلا؟ تتحرك زي الشكل اللي هو زي حركه المروحه، كما تتحرك ايش المروحه زي مطور السفينه يعني. وهذه الحركه قال لك فيها شكلين، اما ان تكون رن، ورن يعني بتجري في اتجاه واحد، يعني البكتيريا تتخذ مسار واحد في الحركه، يعني متجهه مثلا من الشمال الى مثلا الى الجنوب، طبعا حنعرف لماذا تتجه في هذا الاتجاه او اتجاه الى اتجاه اخر. الحل الثاني قال لك تامبل، تامبل يعني البكتيريا تغير من اتجاهها اللي كانت ماشيه فيه.
يبقى هي ماشية من الشمال للجنوب، فجأة بنلاقيها بدها تنتقل من الجنوب إلى الشمال، فبصير إيش؟ طمي. لذلك بقول لك البكتيريا تتحرك إما في اتجاه عقارب الساعة وإما في عكس اللي هو عقارب الساعة. الآن ما الذي يحرك هذه البكتيريا؟ قال لك البكتيريا تتحرك نتيجة لوجود مواد أو أشياء مؤثرة عليها، يا باتجاهها يا ضدها. فهذه العملية بنسميها ستيميوليشن تحفيز. والمادة اللي بتعمل هذه العملية بنسميها تاكسس. ممكن أقول مثلا فوتو تاكسس تأثير ضوئي. بكتيريا عندها قدرة تعمل بناء ضوئي بتجري في اتجاه مين؟ الشمس. فهذه فوتو تاكسس. بكتيريا بتحب تبحث عن مادة سكر، هذا تأثير كيميائي بنسميها كيمو تاكسس، التأثير الكيميائي. طيب إذا كانت المادة بتجذب البكتيريا في اتجاهها بنسميها اتراكتنت. اتراكتنت ايش يعني؟ يعني جاذبة، مادة بتعمل اتراك تجذب. يعني واحد له صديق الأول على الدفعة، هذا اتراكتنت بيجذب الطلاب حواليه. أما إذا كانت المادة بتسبب نفور البكتيريا عنها، تهرب منها مادة سامة، هذه بنسميها ريبلانت. ريبالشن تنافر، ريبلانت. واحد فاشل الكل بيعمل له ايش؟ ريبلانت، بشرد عنه. يبقى المادة اما ان تكون هذه التاكسس، اما ان تكون اتراكتنت، واما ان تكون ريبلانت. الله يفتح عليكم. ماشي. البروتين اللي بتكون منه اللي هو الفلاجيلا بنسميه بروتين الفلاجيلين. الفلاجيلين بروتين، وهو يرمز له بالرمز اتش. اي بكتيريا زي مثلا شيء شوكولاي تتحرك عندها فلاجيلا، حنلاقي عندها حاجه اسمها الاتش انتيجين. شو الاتش انتيجين؟ يعني فلاجيلا انتيجين، وهو يستخدم كانتيجين للتعرف على البكتيريا. هاي مثلا في بكتيريا اسمها الشيء شوكولاي، اللي هو انتيجين تبعها، اللي هو انتيجين اللي هو بيجي من السيل وول او السوماتيك انتيجين، رقمه 175، بينما الاتش انتيجين تبعها 7. هذه بكتيريا مشهوره بتسبب اسهال شديد عند اللي هم الاطفال. يبقى الاتش انتيجين او الفلاجيلم انتيجين هذا يستخدم لايش؟ لتعريف الخلايا البكتيريه، وهو عباره عن البروتين الموجود في ايش؟ في داخل الفلاجيلا. زي ما قلنا بكتيريا ماشيه في هذا الاتجاه، هي مشت من الرن، هي عامله رن رن رن، فجاه تعرضت لشيء معين تحولت الى الطنبل عشان تعكس اتجاهها. زي لما تكون في سيارة يا جماعة ماشية في اتجاه وفجأة دخلت في شارع مسكر، هي ماشية رن، الآن بدها ترجع لفيرس. هل السيارة بترجع طوال بتحط لفيرس، ولا بتقف وبتحط لفيرس؟ طبعا لازم تقف وبعد ذلك ايش؟ تغير اتجاهها وتعمل اللي هو رن من اول وجديد. طيب وجدوا انه بعض انواع البكتيريا زي البكتيريا بتسبب لمرض السفلس على سبيل المثال، اللي هي بكتيريا اسمها تريبونيما باليديا، هي من مجموعه من بكتيريا اسمها السبايروكايتس. هذه البكتيريا وجدوا انه عندها فلاجيلا، ولكن الفلاجيلا خاصه، يعني فلاجيلا جايه على السيل وول ملتفه زي الحلزون، وبعدين محاطة بشيت، محاطة بغشاء ايش؟ بروتيني. فهذه بيسموها الاندوفلاجيلا. اندو يعني داخل، يعني الفلاجيلا الداخلية، او بيسموها الاكزيال فيلمنت. هذه الفلاجيلا بتكون مربوطة من احد الاقطاب ومرخية من القطب الاخر، وبتلف زي حركة لولبية. فلذلك هذا الميكروب لما بتحرك بتحس انه ماشي زي حركة البرغي، كأنه ماشي زي حركة ايش؟ البرغي. يبقى الاندوفلاجيلا موجود في سبايروكايتس، انكرد مرتبط ات وان اند اوف ذا سيل، طبعا فري من الاذر سايت، وبيعمل روتيشن، وهذا الروتيشن بتخلي الميكروب يندفع ولكن بشكل زي اللي هو البرغي، زي شكل ايش؟ البرغي الموتاليتي تبعته. طيب الجزء الاخر اللي ممكن نلاقيه في خارج الخلية البكتيرية حاجة بنسميها اللي هو الفيبريا أو البيلاي. إيش الفرق؟ زمان كانوا يقولوا
الفيمبريا والبلاي is the same things. واقعيا لا، طبعا بعض البكتيريا لديها فيمبريا، بعض البكتيريا لديها بلاي، والبعض لا يوجد لديه. واقعيا الفيمبريا يا جماعة أقصر من البلاي، أصغر من البلاي، وعددها كبير جدا. فهذا كل اللي انتم شايفينه هو عبارة عن فيمبريا. هو بروتين طبعا تكون من بروتين اسمه البلين، كلهم تكون من نفس البروتين. والفيمبريا زي ما قلنا عددها كبير وحجمها أو طولها قصير، هي أصغر طبعا بالتأكيد من الفلاجيلا، سواء كان فيمبريا أو بلاي اثنين أصغر من الفلاجيلا. ولذلك طبعا لا الفلاجيلا ولا الفيمبريا والبلاي بنقدر نشوفهم بالميكروسكوب العادي، بنحتاج إلى إلكترون ميكروسكوب. الفيمبريا مهمتها في إيش؟ إنها بتساعد في الأتاشمنت تبعت الخلية البكتيرية على الهوستل، يعني كأنها إبر بتخلي اللي هو شو اسمه، بتخلي الميكروب يلتصق بالخلية اللي بده يؤثر عليها. كمان لقوا انه الخلايا البكتيرية بتلتصق مع بعضها من خلال الفيمبريا وبتكون شغلة بنسميها البايو فيلمز. طبعا البايو فيلمز بصير الخلايا البكتيرية كلها كأنها قطعة واحدة، فهذا بيساعد على استمرارها في الحياة بشكل كبير. يبقى الفيمبريا لديها علاقة بشكل اساسي بعملية الاتاشمنت. البلاي هذه بتلها دور في نقل المادة الوراثية، عددها في الخلية البكتيرية عادة بيكون من واحدة إلى تنتين فقط، الطول تبعها أكبر من الطول تبع اللي هو الفيمبريا، وهي تستخدم لنقل جزء من المادة الوراثية من خلية بكتيرية تمتلك هذا الجزء إلى خلية بكتيرية لا تمتلك هذا الجزء وتعطيها صفات جديدة، وهنا حنتكلم عنها في شابتر 8، وهذا عم نسميها conjugation أو الاقتران. الاقتران يعني نقل جزء من المادة الوراثية من بكتيريا تمتلك هذا الجزء إلى بكتيريا لا تمتلكه. طبعا التي تمتلك لا تفقد، بمعنى أنه تعاد تصنيع يعني الجزء اللي فقدته، وهذا حنتكلم عليه لاحقا إن شاء الله لما نتكلم على موضوع اللي هو الشابتر 8 الميكروبيال جينيتكس. الكومبوننت اللي بدنا نتكلم عنه ايضا اللي هو السلول او جدار الخلوي. طبعا كلنا قد تكلمنا على انه السلول تبع البكتيريا بتكون من طبقه اسمها طبقه البيبتيدوغليكان، وذكرنا انه البيبتيدوغليكان تك في اللي هو الجرام بوزيتيف بكتيريا وتن في الجرام نيجاتيف بكتيريا، وقلنا انه الاركيا عندها طبقة اسمها طبعا البيبتيدوغليكان بسموها باللاتيني ميورين، فالموجود عند الاركيا حيسمها سيدو ميورين. الدور تبع السلول طبعا زي ما احنا عارفين انه بيمنع اللي هو تحلل الاسموزي او بريفنت اوزماتيك لايسيس، يعني لو البكتيريا اخذت كمية كبيرة من السوائل ما بتنفجرش ما بتتدمرش، نتيجة لانه بتقدر تقول السلول عامل زي القشاط حوالين الخلية البكتيرية، زي الكرة، عارفين الكرة اللي هو اللي بيلعبوا فيها كرة القدم عبارة عن طبقتين، الطبقة الخارجية صلبة عشان تمنع انفجار الطبقة اللي هي الداخلية. كمان السلول بعطي الخلية البكتيرية الشكل تبعها، يعني بحافظ على شكلها هي كوكاي ولا بصلاي، وبديها ريجيديتي، بديها صلابة. لو جينا نطلع على اهم طبقة في السلول هي طبقة البيبتيدوغليكان، هنلاقي طبقة البيبتيدوغليكان طبعا كمان مرة تانية البيبتيدوغليكان موجود في الجرام بوزيتيف، موجود في الجرام نيجاتيف، لكن الفرق هو التكنس. في الجرام بوزيتيف is very thick، في الجرام نيجاتيف is very thin، طبقة رقيقة جدا. البيبتيدوغليكان بشكل عام تتكون من سكريين داي سكرايد، واحد اسمه الان اسيتايل جلوكوز امين وبنرمز له برمز ناك، ان اسيتايل جلوكوز امين، والسكر الثاني اسمه الان اسيتايل ميوراميك اسيد وبنرمز له برمز نام، فالوحدات تتكرر ناك نام ناك نام وهكذا، ممكن تكون من 15 الى 200 وحده ملتصقات في بعض. هذه الاعمده اعتبروها اعمده، بيربطها ايش؟ بيربطها امينو اسيد، بيربطها ببتايد كروس بريدج، شايفين؟
هذا أسلاك التربيط بين هذه الأعمدة من السكريات. فهذه الأربطة اللي بنسميها بالطايد كروس بريدج بتكون عبارة عن عدد مختلف من الأمينو أسيد، ولكن الترتيب بكون تبعهم مرة دي أمينو أسيد ومرة ال أمينو أسيد، دي أمينو أسيد وال أمينو أسيد. الآن تكونت طبقة، اللي بتدي كان هي عدة طبقات فوق بعضها، فحنلاقي في عندنا كمان سايد تشين عبارة عن أربعة أمينو أسيد بسميها تترا بيبتايد سايد تشين، هدول اللي حنحطوا هذه الطبقة بالطبقة اللي حتيجي فوقيها. يبقى عندي زي ما انتم شايفين عمود من اللي هو السكريات الثنائية ارتبطوا ببعض أفقيا من خلال البيبتايد كروس بريدج، وبعدين من خلال أربع أمينو أسيد بيرتبطوا مع طبقة جديدة ستتكون، وكأننا نشكل عمارة من عدة إيش؟ طوابق. اوكي، اذا لينكد باي بولي بيبتايد. لو جينا نطلع وعايزين نركز جيدا في هذا الشكل على الفرق في التركيب ما بين السيل وول تبع الجرام بوزيتيف بكتيريا والسيل وول تبع الجرام نيجاتيف بكتيريا، هذا السيل وول تبع الجرام بوزيتيف بكتيريا، هذه الطبقة التحتانية هي البلازما ممبرين تبعتنا اللي حنتكلم عنها لاحقا، واللي كلنا بنعرفها من علم البيولوجي انها تتكون من فوسفوليبيد باي لاير. وطبقة الفوسفوليبيد باي لاير عبارة عن طبقتين، عشان باي لاير قلنا هي طبقة هي طبقة، داخل في اللي هو التيل وللخارج في الهيد، وكنا بنعرف ان الهيد هذا هو هيدروفيلك يعني محب للماء، ففي عندي طبقة محبة للماء برا وطبقة محبة للماء جوا، ومتداخل معاهم في الوسط اللي هو الهيدرو فوبيك تيل اللي هو الديل الغير محب للماء، عشان هيك هذول عبارة عن زي ساندوش عاملة طبقة، وطبقة بنسميهم فوسفوليبيد باي لاير، مش هذا موضوع حنتكلم عنه في السيل ممبرين. لكن بعد السيل ممبرين هذا أو البلازما ممبرين حلاقي طبقة سميكة، شايفين قديش؟ من اللي هو مين؟ البيبتيدو جلايكان لاير. يبقى شوف قديش التكنس تبع البيبتيدو جلايكان هنا، شوف التكنس هنا تبع البيبتيدو جلايكان قليل في الجرام نيجاتيف. طيب في عندي ملاحظ كمان في الجرام بوزيتيف لن اجدها في الجرام نيجاتيف، حاجة اسمها تيكويك اسيد. تيكويك اسيد هذا منه شكلين، الشكل الاول اسمه الوول تيكويك اسيد، موجود فقط في البيبتيدو جلايكان، ما بيصلش لبلازما ممبرين، يعني موجود فقط في السيل وول. ملاحظين امتداده لوين؟ لهنا. ولأنه يحمل شحنة سالبة نتوقع أن يكون دوره المساهمة في إدخال الأيونات التي تحمل الشحنة الموجبة. ممتاز. النوع الثاني من تيكويك أسيد بسموه اللايبو، جاي من هنا اللايبو تيكويك أسيد، هي جاي من تحت أو نازل من فوق إلى تحت، فهو مرتبط بالبلازما او بالمبرين زائد السيل وول، فهذا اسمه اللايبوتيكوك اسيد، ونحن نعتقد ان له علاقه بادخال المواد الى داخل الخليه. يبقى عندي نوعين من التيكوك اسيد، الوول واللايبو. طيب الجرام نيجاتيف ايش النوع الموجود عندها ما عندهاش تيكوك اسيد؟ تعال نشوف الاستراكشر تبع الجرام نيجاتيف سيلول وهو اعقد من الجرام بوزيتيف. هاي البلازما ممبرين تبعنا هلاقي في الخارج عاد للسيل وول في طبقة تشبه البلازما ممبرين بنسميها الاوتر ممبرين، يبقى هذه المنطقة اسمها الاوتر ممبرين، هذا اسمه البلازما ممبرين، نفس تركيبة البلازما ممبرين بتكون اللي هو الاوتر ممبرين. المسافة من هنا الى هنا زي ما انتم شايفينها بسموها منطقة البيريبلازم، فراغ اسمه منطقة بيريبلازم. بيريبلازم هذا وجدوا انه يحتوي على كمية من الانزيمات الهاضمة، يعني انزيمات بتقوم بهضم المواد وتسهل دخولها الى الخلية، كمان فيها انزيمات ممكن تعمل تكسير لبعض المضادات الحيوية، يبقى المواد تواجه صعوبة في الدخول الى داخل الخلية، ولذلك هذه الجرام نيجاتيف عندها مقاومة للمضادات الحيوية أكثر من الجرام بوزيتيف. في البيريبلازم
طبقة رقيقة جدا من الببتيدوغليكان، هاي زي ما انتم شايفين الطبقة ايش مالها؟ رقيقة جدا، هذا هي. يبقى عندي البلازما ميمبرين، بيريبلازم، واوتر ميمبرين. لقوا انه على الاوتر ميمبرين في ماده سكريه دهنيه بسموها لايبو دهن بولي سكرايد. لايبو دهون وبولي سكرايد سكريات. هذه اللايبو بولي سكرايد لقوها بتتكون من 3 كومبوننت، احنا هنذكر 2 كومبوننت عندنا، اللي هو الاو بولي سكرايد، اللي هو الاو انتيجين اللي ذكرناه قبل شوي لما قلنا اشريشيا كولاي او 157. يبقى هذا الاو بولي سكرايد بيدي تخصصية لكل ميكروب من الميكروبات الجرام نيجاتيف عن الآخر، بعرفه. يبقى الأوبولي سكرات له علاقة بتعريف الميكروبات. الجزء التحتاني هذا بسموه الليبيد اي، وهذا الليبيد اي خطير جدا لأنه حنتعرف عليه، هو سبب التوكسين الموجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا واللي بنسميه الاندوتوكسين أي السم الداخلي. هذا الاندوتوكسين في الليبيد ايه لا يعمل الا لما تموت الخليه البكتيريه وتتحلل ويطلع بدي التاثير تبعه، حناخذ التاثير تبعه لاحقا. هذا اللي بيسبب ارتفاع الحراره عند الاشخاص. بيقول لك واحد عنده، بروح بيشكل الدكتور بيقول له عندي حراره في الليل، بقول افحص بول. الله، افحص بول ليش؟ انا عندي حراره. بروح بلاقي انه عنده التهاب شديد في اللي هو الجهاز البولي والبكتيريا جرام نيجاتيف. طبعا كونها جرام نيجاتيف وطلعت ليبت اي، هذا الليبت اي بروح مسبب الحرارة عند اللي هو الشخص، بروح عامل الحرارة عند الشخص، تمام. يبقى اللي هو الليبت اي بنسميه احنا ايش؟ الاندو توكسين. زي ما حكينا هنا في عندي في البريبلازم انزايم اند اذر اكتيف سبستانس لها علاقة بنشاط الخلية. يبقى لو احنا جينا نقارن بين الجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، تعال نشوف. اولا في الجرام نيجاتيف في طبق اللي فيه اللي هو البيريبلازم مش موجود في الجرام بوزيتيف، في اوتر ممبرين مش موجود في الجرام بوزيتيف، في لايبوبولي سكرات مش موجود في الجرام بوزيتيف، في تن بيبتدوا جلايكال لاير، هنا في تك بيبتدوا جلايكال لاير، هنا في تيكوك اسيد سواء كان لايبو تيكوك اسيد او والتيكوك اسيد هنا مش موجود بالمرة. فهذه طبعا من الامور اللي مهم جدا ننتبه لها. يبقى هنا طبعا مقارنة بسيطة، تيك بيبتيدو جلايكان في جرام بوزيتيف، تيكوك اسيد، بينما هنا تيل بيبتيدو جلايكان ونو تيكوك اسيد مع وجود اللي هو الاوتر ممبرين. في عندي بكتيريا حتاخدوها اسمها بكتيريا السل الرئوي، بنسميها المايكوبكتيريا، في لها شبيه بكتيريا اخرى اسمها النوكارديا او مجموعه النوكارديا. وجدوا انه هذول على خارج السيل وول في طبقه شمعيه شديده جدا بتمنع اختراق الصبغات، وبتدي هذه البكتيريا مقاومه شديده جدا للعوامل المختلفه. لما فحصوا التركيب تبعت الواكس لاير هذه الطبقه الشمعيه، لقوا انه معظمها بيتكون من حمض اسمه المايكوليك اسيد، من حمض المايكوليك. يقول بسمع مايكوليك بربط هذا الموضوع بكتيريا الاسيد فاست بكتيريا، واللي حتاخدوها طبعا في المعمل ان شاء الله. كمان مرة في الجرام بوزيتيف في عندي تيكوك اسيد، هذا التيكوك اسيد ممكن يكون لايبو تيكوك اسيد بيرتبط بس بالبلازما ممبرين، او تيكوك اسيد بيرتبط بطبقة الببتيدو جلايكان زائد البلازما ممبرين. زي ما قلنا الولتيكوك اسيد عادة له علاقة مع حركة الكاتيونز وعملية إدخال المواد إلى داخل الخلية. في الجرام نيجاتيف تكلمنا عن طبقة البايبو اللايبو والسكرايد. طبعا أي كلمة لايبو تعني دهون، أي كلمة جلايكو تعني سكر، فهنا بقول مثلا لايبو والسكرايد إذا هي السكريات الدهنية، لايبو بروتين البروتينات أو سوري البروتينات الدهنية، الفوسفوليبيد كل هذول موجودين في الاوتر ممبرين. تكلمنا على اللي هو البيريبلازم اللي قلنا يحتوي على مجموعه كبيره من الانزيمات اللي بتساعد في نمو هذه البكتيريا. شفتوا الاو؟ هاي الاو، هاي الاو انتيجين، يبقى ايكولاي او 157H7، الاو انتيجين تبعها رقمه 157 اللي هو جاي من الاو بوليسكرايد، والاتش اللي جاي من وين؟ اللي فلاجيلا رقمه
7. قلنا الليبيد ايه هو اللي حنسميه الاندوتوكسين واللي حنشوف التأثير تبعه على الخلايا. دخول المواد الى داخل الخلية لجرام نيجاتيف بالذات بيحتاج الى بروتينات خاصة. بروتين هذا عبارة عن قناة، يعني البروتين بيفتح لمواد معينة بدخلها هيك زي معبر لداخل الخلية، فهذا بنسميه احنا البولين. البولين البروتين مهمته ادخال المواد الى داخل الخلايا. هاي الاستراكشر تبع كمان مرة الجرام نيجاتيف سيل وول تبع الجرام نيجاتيف بكتيريا، زي ما قلنا في الخارج عند اللايبوبوليساكرايد، بعدين اوتر ميمبرين، بعدين البيريبلازم، طبقة دقيقة من صغيرة ثين من اللي هو البيبتيدوغليكان، بعدين عندنا اللي هو البلازما ميمبرين، وهذا المنطقة البيريبلازم تكون تتكون على تحتوي على انزيمات مختلفة. طيب الان بدنا نربط هذا الموضوع مع الجرام ستين. فاكرين الجرام ستين؟ حكينا عن الجرام ستين وقلنا الجرام ستين عباره عن اربع ريجن. الريجن الاول اللي هو الكريستال فايلوت، هذا حكينا عنه ما تكلمنا على الصباغه تبعت البكتيريا صف شابتر 3، وعندي الموردنت اللي هو الايودين، وعندي الديكلارايزر اللي هو الكحول، وعندي اللي هو الكاونتر ستين اللي هي الصفرانين. ايش علاقة السيل وول باللي هو الجرام ستين؟ فاكرين اول خطوة في الجرام ستين بنضيف اللي هي صبغة الكريستال فايلوت صح، وبنغسل، وقلنا الكريستال فايلوت بتدخل لداخل الخلية البكتيرية من خلال بوابات، بعدين بنروح بنضيف الموردنت المثبت اللي هو الايودين. ايش فائدة الايودين؟ انه بكبر حجم الصبغة، ما بتقدرش تطلع من البوابات تبعتنا. كيف تطلع؟ اذا حجم البوابات اتسع، فبنروح احنا ضايفين الديكلارايزر مزيل اللون. اذا البكتيريا جرام بوزيتيف يبقى معظمها عبارة عن بيبتيدوغليكان، يبقى عبارة عن بروتين، يبقى البوابات حتصغر فالصبغة مش حتطلع. لكن لو كانت البكتيريا جرام نيجاتيف ايش حتعمل؟ ايش حيعمل الكحول؟ هيعمل ديسولف، هيحلل اللي هو الدهون تبعت الاوتر ميمبرين، فالصبغه ايش مالها؟ حتغادر الخليه. يبقى بعد اضافه الكحول المركز الجرام بوزيتيف بضل لونه فايلوت، بينما الجرام نيجاتيف بيفقد اللون، فبنروح احنا ضايفين اللي هو الصفرانين او الكاربوفوكسين، فالجرام نيجاتيف بتاخذ اللون الاحمر، اما الجرام بوزيتيف بتضلها محتفظه باللون الفايلوت. الآن في عندنا بكتيريا بنسميها اتيبيكال سيل وول، يعني بكتيريا فقدت السيل وول. انا بكتيريا فقدت السيل وول نوعين يا جماعه، اما بكتيريا فقدت السيل وول ولكنها ستستعيده، دبهولي فقد السيل وول نتيجه لعامل ضغط معين ولكنها ستستعيده، وهذه بسميها الفورم بكتيريا. الفورم بكتيريا نسبه الى لويس باستير بكتيريا، او يعني ما حد دوس باستير للابحاث. يبقى الالفورم بكتيريا زي بكتيريا البروتياس تعرضت لضغط فقدت السلول، لكنها عندما تتحسن الظروف ستكتسب هذه السلول مره اخرى. النوع الثاني بكتيريا الله خلقها بدون سلول زي المايكوبلازما، زي بكتيريا المايكوبلازما. بكتيريا المايكوبلازما اصغر خليه بكتيريه تستطيع الحياه لوحدها فري، يعني مش محتاجه تنمو داخل الخلايا، لكن ما عندهاش سيل وول. فطب ربنا كيف عوضها؟ قال لك البلازما ممبرين تبعها دقيق جدا، رقيق زي حالاتنا غلبانه. فزي ما ربنا اعطانا الاسترولز زي الكوليسترول في البلازما ممبرين تبعنا عشان يشد حيله ماده مقويه، هذه البكتيريا برضه موجود في الاسترولز في البلازما ممبرين تبعها. ولذلك كثير كنا بنجيب في الامتحانات بنقول مريض مصاب بالمايكوبلازما تم علاجه بالبنسلينات فلم يستجب للعلاج، علل، لأن البنسلين بيأثر على البكتيريا التي تحتوي على السيل وول، والمايكوبلازما ليس لها سيل وول، فمش هتموت من هذا المضاد الحيوي. طيب، ذكرنا الأركيا سابقا، وقلنا إنه الأركيا عندها السيل وول تبعها بتكون من طبقة اسمها السيدوميورين. إيش الفرق عن الميورين؟ قلنا البيبتيدوغليكان. طب إيش الفرق بين السيدوميورين على الميورين اللي هو العادي؟
انه ما فيش ان اسيتايل اميورامبيك اسيد في، يعني بس فقط في ان اسيتايل جلوكوز امين موجود في الامتيدوغلايكان تبعتها. وبعدين في عندها فقط، مش موجود عندها كمان دي امينو اسيد، عندها فقط ال امينو اسيد. فعدم وجود النام، وجود الدي، عدم وجود الدي امينو اسيد خلى الطبقه الموجوده اسمها سيدو اميورين. كيف يمكن ان ندمر السيل وول تبع كيف يمكن ان ندمر السيل وول تبع الخليه البكتيريه؟ هناك عوامل كثيره تستطيع ان تقوم بتدمير السيل وول، مثلا منها اللي هو بعض المضادات الحيويه زي ما قلنا زي البنسلين. البنسلين ايش بيعمل؟ بيمنع تكوين اصلا البيبتايد بريدج، مش قلنا فيه في جسور ما بين اللي هو السكريات عشان تمسكها مع بعضها. فمثلا بعض المضادات الحيويه زي البنسلين بتمنع تكوين هذا البريدج. في عندنا بعض الانزيمات الطبيعيه في اجسامنا، في عندنا انزيم اسمه اللايزوزايم. اللايزوزايم بنلاقيه موجود في العرق، موجود في الدموع. هذا اللايزوزايم بيعمل ايش؟ بيعمل برضه تدمير للخليه البكتيريه. سوري. لكن هل تأثير اللايزوزايم كإنزيم على الخلية الموجبة نفس تأثيره على الخلية السالبة؟ عشان نفهم، اللايزوزايم يا جماعة بدمر طبقة البيتيدوغليكان. طيب أنو أكثر عرضة ل اللي هو اللايزوزايم أو للبنسلينات؟ طبقة البيتيدوغليكان موجودة في الجرام بوزيتيف ولا في الجرام نيجاتيف؟ صح، اللي في الجرام بوزيتيف. ليش؟ لانها جايه مباشره في احتكاك مع الـ مع الـ مع الوسط الخارجي، بينما طبقه البيتيدوغليكان في جرام نيجاتيف في فوقيها طبقه من اللي هو البلازما ممبرين اللي هي الاوتر ممبرين، فهي متخبيه جوا البيري بلازم. يبقى بتوقع تاثير البنسلينات واللايزوزايم على الجرام بوزيتيف اقوى على الجرام نيجاتيف. صحيح، على الجرام بوزيتيف لانه في احتكاك مباشر. فوجدوا انه بكتيريا الجرام بوزيتيف إذا تعرضت لللايزوزايم بتحلل طبقة البيتيدوغليكان بشكل كامل، فهذه الحالة بنسميها بروتو بلاست، بصير الخلية اسمها ايش؟ بروتو بلاست. بينما إذا تعرضت خلية الجراب نيجاتيف لا اللي هو اللايزوزايم بتحلل جزء من البيتيدوغليكان فبتصبح اسمها اسفيرو بلاست. سفيرو بلاست. سفيرو بلاست هي وولس جرام نيجاتيف، بينما البروتوبلاست هي وولس جرام بوزيتيف. وجدوا كمان انه عشان اسهل وصول اللايزوزايم الى داخل الخلية الجرام نيجاتيف لازم استخدم اديتا. الاديتا فاكرينها؟ مادة كيميائية بسموها الكليتنج ايجنت. هذه الاديتا بتدوب الاوتر ممبرين وتسهل وصول اللايزوزايم الى داخل اللي هو البيبتيدوغليكان في الجرام نيجاتيف بكتيريا. يبقى كمان مرة، بكتيريا جرام بوزيتيف إذا تعرضت على اللايزوزايم حيدوب عندها أو حتتحلل عندها طبقة البيتيدوغليكان، لأنه حتتكسر البروتينات اللي بتربط السكريات مع بعضها، حصير اسمها بروتوبلاست. بينما الجرام نيجاتيف مش حتتحلل كلها أو مش حتتكسر كلها، فحصير اسمها سفيرو بلاست. كما ذكرت قبل قليل، الألفور بكتيريا هي عبارة عن بكتيريا فقدت السيل وول تحت الضغط ولكنها تستطيع اكتسابه مرة أخرى. الطبقة الأخيرة آخر شيء راح أتكلم عنها في هذه الجزئية اللي هو البلازما ممبرين. طبقة البلازما ممبرين اللي هو الغشاء البلازمي اللي بيحيط بالسيتوبلازم، زي ما احنا فاكرين وزي ما أخذناه في البيولوجي العام، هو عبارة عن طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يا جماعة الأصل تبعه التراجليسرايد. التراجليسرايد أساسا هيدروفوبيك، غير محب للماء. لما جينا أخذنا فاتي تشين زي ما أنتم فاكرين ورحنا أضفنا بدلها مجموعة فوسفيت، صار الفوسفيت هذا محب للماء فسميناه الهيد. وإله ذراعين ديل، ديل عبارة عن شراشيب تنتين، فأصبح عندي هيد وتو إيش تيلز، هيد وتو تيلز. ربنا خلق الفوسفو
ليبيد تبع البلازما برين عباره عن طبقتين، هيد في داخل الخليه وهيد في خارج الخليه، ويتشابك اللي هم التيلز في الوسط، ويتشابك التيلز في اللي هو الوسط زي كده. هاي هيد هذا الى الاوتسايد الى الخارج، وهي هيد الى الانسايد الى الداخل، وهي التيلز هنا. فلو واحد يضحك عليك وقال لك او قال لك هو البلازما ميمبرين هيدروفوبيك من جوا ولا هيدروفيلك من جوا؟ يعني اتجاه الهيدروفوبيك لداخل الخليه ولا لخارجها؟ هقول له يا شاطر البلازما ميمبرين عباره عن طبقتين، للداخل وللخارج هيدروفيلك، اما في الوسط فهو هيدروفوبيك. انتبه لهذه المعلومه، كثير بيقع فيها اخطاء الناس، بيقول لك طب هي فوسفوليبيد يبقى اكيد المادة الهيد للخارج فهيدروفوبيك للخارج، وفي الداخل يبقى حتكون هيدروفوبيك. لا هي طبقتين، فلذلك هي هيدروفوبيك فهيدروفيلك للخارج وهيدروفيلك للداخل، وايش يا جماعه؟ وفي الوسط هي هيدروفوبيك. ولان الامر كذلك كان لابد ان توجد بروتينات تسهل دخول المواد الى داخل الخليه، بنسميها الانتيجرال بروتين. انتجرال بروتين عبارة عن بروتينات تعمل عمل القنوات لكي تسهل، لأنه ممكن تكون المادة هيدروفوبيك ما تقدرش تقترب من هذه المنطقة، وممكن تكون هيدروفيلك ما تقدرش تقترب من هذه المنطقة. إذا محتاجة إلى بوابة تنسيق أمني تسمح بالدخول واجتياز المعبرين الهيدروفيلك والهيدروفوبيك، تمام؟ يبقى هذه البوابات الانتجرال بروتين هي حوالي 7 نانومتر لادخال بعض المواد. هنلاقي كمان في نوع ثاني للبروتين اسمه البريفرال بروتين، سواء كان في داخل الخليه او في خارج الخليه. هذا البريفرال بروتين له شغلتين، اول حاجه يساهم في اللي هو الموفمنت تبعت البلازما ممبرين. البلازما ممبرين يا جماعه مش ثابت، مش ريجيد، لا عنده فلكسبيليتي، بيتغير شكله. ولذلك بسموه النظريه تبعته اسمها فلويد موزاييك تيوري، انه انت بتشوف كأن البروتينات زي جبال من الثلج في وسط المحيط، اماكنها قاعده بتتغير، الشكل كل شوي بتغير حسب الظروف. يبقى عندي فوسفوليبيد باي لاير وعندي بروتينات، هذه البروتينات يا انتجرال بروتين يا اما بريفرال بروتين. بريفرال بروتين له علاقه بالكونتاكت بالتواصل، له علاقه بالفلكسبيليتي تبعت البلازما ممبرين. الانتجرال بروتين له علاقه بادخال اللي هو المواد الى داخل الخليه، هاي البريفرال وهي الانتجرال بروتين. هاي النظريه قلناها فلويد موزاييك موديل. ايش يعني فلويد؟ فلويد سائل، موزاييك اللي هو فسيفساء، فسيفساء. اذا شكل الفسيفساء، ايه مش المقصود؟ المقصود عندما تقوم باخذ صوره للبلازما ممبرين، افترض اخذتها بالالكترون ميكروسكوب الان. لو اخذت الصورة بعد كمان دقيقة هتلاقي الشكل بيتغير، يعني معناته انه هناك تحرك للبروتينات وتحرك للبلازما ممبرين. يبقى البروتينز عاملة زي جبال من الثلج في وسط بحر من الفوسفو ليبيد. طبعا ليش بتتحرك البروتينات؟ عشان تأدي الفانكشن تبعها. كمان الفوسفو ليبيد بتلف وبتتحرك بشكل متجانب عشان برضه تقوم بشكل بالدور تبعها. يبقى الممبرين از فيسكس از اوليف اويل، يعني الممبرين مش سوليد مش رجد، لا عنده لزوجه عامله زي اللي هو زيت اللي هو الزيتون. طبعا ما الذي يدعم هذه البلازما ممبرين؟ وجود الكوليسترول في داخل البلازما ممبرين. هيك انتهى محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله رب العالمين نكمل الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.